اهلا وسهلا مشاهدينا، اسبوع جديد ندور رفقتكم وحلقه جديده من برنامجكم اسرتي دائما على القناه الاولى. نكونوا سعداء بلقياكم ونشاركوا الحديث معكم في مجموعه من المواضيع المهمه واللي كلها جزء من حياتنا اليوميه. اليوم يرافقني في حلقتنا امل السبتي الاخصائيه النفسيه. مرحبا بك امل. مرحبا بك. اهلا وسهلا. ويرافقني ايضا دكتور كريم الوالي، طبيب اخصائي في التغذيه وطب البديل. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. مشاهدينا كثير من المواضيع في انتظاركم اليوم، فقره مبادرات من خلالها غادي نسلطوا الضوء على نادي رحال لكرة القدم، ملاعب بالمجان، مبادرة جميلة. نسلطوا على الضوء ونتعرفوا على هذه القصة. أيضا اليوم فقرة عرف اش تاكل، نتكلموا على النظام الغذائي النباتي، فقرة تجميل غادي نخصوها للمكياج الخاص بالمناسبات المسائية. ودائما صفحات الأولى رغم راه الإشارة ديالكم، شاركونا آراءكم ونصائحكم لبرنامجنا عبر صفحاتنا اللي كتظهر لكم أسفل الشاشة. بداية حلقتنا اليوم غتكون بالحديث على الشخصية السامة، موضوع فقرة راحة البال. خليكم معنا. أمال سبتي مرحبا بك من جديد. الشخصيات السامة في السنوات الأخيرة كثر الحديث على هذا النوع من الشخصيات، نبغوا نعطوا تعريف في البداية لها. مرحبا. فعلا كثر بزاف الهضرة على الشخصيات السامة، شخصيات النرجسية وداكشي. خصنا نعرف أنه كاين واحد المحور، كاين إنسان سام وكاين إنسان سام بطريقة مرضية، يعني نفسانيا كي تعتبر كمرض. الشخصية السامة كشخصية سامة ما كتمشيش حتى لدرجة المرض. هما احنا مدورين بالناس اللي تقريبا كنعتبروا أنهم سامين، وحنا ما كنعرفوش راسنا واش هما عندهم هاد المفعول المسمم علينا. التعريف البديهي ديال الانسان سام هو مثل ماده سامه، يعني الا جلس قدامه كنضرر. هذا هو. وطبعا هاد الضرر كيكون معلق بشحال ديال المده، شحال ديال الوقت، شحال ديال العلاقه اللي بيني وبين هاد الانسان سام. طبعا طبعا القوه اللي عنده عليا، يعني الا كان شي علاقة اللي هو أقوى مني هي اللي غادي تخليني غادي تخلي هذه العلاقة كتكون سامة درجات. فاش كنتكلموا على الشخصية السامة، واش كنتكلموا على الشخص اللي بالكلام ديالو كياخذ لك طاقتك، ما عاجبو والو، هي تيتشكى، هي تينتقد، هادو هما الشخصيات السامين. كاين تقريبا خمسة ديال الأشكال ديال الناس اللي كنعتبرهم أنهم سامين. كاين الانسان اللي دائما تيتشكى لو غالوغ، انسان اللي ملي تتجلس قدامه وهو تيتشكى. علاش؟ حيت النظره ديالو في العالم سلبيه. هذاك الانسان كياخذ لك طاقتك من طريق من ناحيه انه النظره السلبيه اللي عنده على الحياه كتخليك انت كتحطك في واحد الحاله ديال القلق ديال لو ستريس. ولو ستريس حنا كلنا عارفين شحال هو مسمم، مسمم جسديا، عقليا، على الدماغ، على القلب، كيميائيا وداكشي. الانسان الثاني هو الانسان اللي كيلعب دور الضحيه. كاين واحد الناس اللي ملي تنجلس وحدهم وهما تيلعبوا دور الضحيه، يعني سيدي داروا لي، انا مسكين، انا مسكين، انا ما عندي، انا تمام، غلبوا عليا، داروا عليا، مشى عليا هذا، دار لي فلان، حيت فلان دار لي داكشي علاش انا وداكشي. هما لي فيكتيم. هادو تيكونوا مسممين بزاف، خاصه الا كانت العلاقه ديالي معاهم قريبه. تيخليو دائما كيخليو في الانسان واحد الرغبه انه غيمشي هو يلعب دور البطل، انه هو كيحس راسو انه ماشي كافي، ماشي ما يقدرش يعاونو، ما يقدرش يساعدو. غيخلي ايضا الانسان كيتعادى يعني بالمشاعر ديالو ديال انني انا ضحيه. دونك هاد المشاعر ديال الالم ديال هذا. كاين ثالث هو لو كونترول، الانسان اللي كيكون مسيطر، كيكون ملي تيجلس حداك هو تاعك في الاوامر. انت ما عجباش كيعطيك هذاك الشيء واحد الاطار اللي خصك تمشى فيه، ولا خرجتي من الاطار ماشي من انسانه مزيانه. هذا الانسان كونترولون كيكون مسمم بزاف، حيت كيخلينا ما كان كيحقق لنا الحريه ديالنا، تأذينا، تيتبقى لنا القيمه العليا اللي هي الحريه، وايضا كيقيس لنا في حب الذات ديالنا. دائما هاد ماشي بحال هكا هكا، هادشي ما مزيانش، وداكشي كيجي يفيق علينا ديك الطفل اللي كيكون كيحس بالذنب وبعدم الكفايه. كاين ايضا لا بيرسون بيسيميست، يعني الانسان السلبي المتشائم، الانسان اللي ملي تيجلس وكل شيء في
كل شيء كل شيء شوف الجهه الزوينه من الحياه ديما غير الجهه اللي مزيانه وحتى هذا كاين مشكله ديال التعادي والاخير هو الانسان لاغريسيف يعني الانسان اللي كيكون عنيف العنف ماشي ضروري تيضربني العنف كيكون نوع من العنف فكري طاقي بالكلمات كيقدر شي واحد يقول لك عجبتيني اليوم جيتيني زويونه بحال هكا حيت تيكون بحال شي وحده قصيره تيقول لها اه شحال زويونه بحال شي بورت كلي مثلا وغدا غادي يقول لها بلا ما تحاول انت ما غتوصلش وداك الشيء وغادي ياخذ هذيك في عود ما يقول لها انت راكي قصيره بزاف غيبقى يعطيها كلمات اللي دائما عنيفه كيعطيك ايضا العنف كيكون الانسان نظره ربما فوالا كيكون عنيف مع الهويه ديالك يعني كيكون طريقه عنيفه دكتور الوالي صعب جدا الخدمه مع اشخاص سامين صعب حيت هما تيجلبوا واحد الطاقه ايجابيه وداك الطاقه الايجابيه تقدر تاثر طاقه سلبيه وداك الطاقه السلبيه تقدر تاثر عليك فتيكون هنا جوج نظرات فاذا كان هذا الانسان ما محتاجوش ما يمكن لكش تقدر تهرب كما تنقولوا ولكن إذا كان لازم تخدم معاه ولا شي عضو من العائله فهنا صعيب خصك لا جيستيون مازال غادي نرجعوا نتكلموا على تفاصيل ملي كيكون شخص قريب ليك امل سبتي واش انني نكون شخصيه سامه تنكتسبها منين جايه من التربيه من كيفاش كبرنا شنو السبب ديالها شنو تيخلينا نوليو شخصيه سامه سؤال مهم بزاف ما كاين حتى شي واحد اللي تيخلق وهو انسان سام كاين واحد الاشياء اللي كنعيشوها في الطفوله اولا في الطفوله يعني الطفوله الاولى الصغيره استاذ نوريسون ولا شويه اكبر اللي كتخلينا انسان مسمم يعني كاين بعض دي زوتوماتيزم كاين يعني تصرفات اوتوماتيكيه اللي كتكون مسممه دايغ ملي تنقولوا انسان سام هذا غير صحيح في الحقيقه ماشي الانسان اللي سام الطريقه باش كيربط علاقات مع الاخرين هي اللي كتكون سامه علاش حيت هذا الانسان ملي كتشوف الانسان سام عارف انه انسان بعدا عنده مخاوف كبيره عنده واحد لا فيلنيرابيليتي انه انسان ضعيف وخايف عنده يحاول يغطيه تماما يغطيه او لا لو كومبونس يعني كيعوضوا في حاجات اخرى كيعوضوا في حوايج اخرين مثلا بلاغريسيفيتي او لا بلا فيكتيميزاسيون او لا ثانيا هذا الانسان كيكون عنده دونك مخاوف وكيكون عنده نقص عاطفي كبير شي واحد اللي كيكون عمر داك لو ريزيرفوار ديالو ديال الحب يعني كيكون شبعان بواحد الطريقه ما كيحتاج انه يمشي يتلاح على الاخر ويلوح واحد الطاقه السلبيه ديالو يعني المخاوف ديالو الجروح ديالو الالم ديالو يلوحها على الانسان الاخر دونك عنده واحد نقص عاطفي كاينه اون كارونس افكتيف كتكون كبيره هي اللي كتخلي هذاك الانسان كيكون بهذيك الطريقه مسممه يعني الاهل هما السبب في ان شخص يخرج على طريقه باش تربى وباش كبر الاهل دائما كنتحرج بهاد الاهل ما عمرهم ما تيكونوش كوبابل ماشي مجرمين ولكن الاهل مسؤولين محيط كيكون مسؤول لان محيط مسؤول وليداتنا تنعرفوش بانهم تيكونوا صفحه بيضاء حنا اللي تنكتبوا فيهم تماما الوالدين مسؤولين فوالا الوالدين مسؤولين هما ماشي مجرمين يعني ما كيديروهاش ولكن هما مسؤولين على كيفاش كيخرج هذا الانسان المسمم شخصيه سامه كيفاش كتاثر على راسها هي لان ملي تنكونوا فينا ممكن نكونوا عنيفين كيف ما قلتي او لا غير متشائمين او لا الناس غتهرب منا كيفاش كيأثر عليا كوني شخصيه سامه وشنو تاثير على المحيط ديالي الا كنت شخصيه سامه للاخرين طبعا نفس السم اللي كنحط في العلاقه ما بيني وبين الاخر راه تنحطو في راسي بعدا كيكون ملي كنكون كنهضر مع شي واحد الانسان الاخر كيكون مرآه ديالي يعني كنصيفط له داكشي اللي في الداخل ديالي وتيصيفط لي داكشي دونك تنكون مسمم لنفسي الوغ علم النفس تيقول ملي كيعرف الانسان الشخص السام كاين عده نقط كيعرف بها الشخص السام ولكن نقطه مهمه انه هو ما كيسوغمي با اون كيستيون ما كيوعاش ماشي واعي بنفسه انه سام وما كيبغيش يصلح نفسه وما كيحاولش يصلح نفسه ما كيتقبلش راه هو ما كيعترفش بعدا انه انسان سام من ضمن الاشياء اللي كتعرفوا يعني صعيب انسان انه يعترف انه سام للاخرين ولنفسه داكشي علاش مهم بزاف نكونوا واعيين مهم بزاف نكونوا واعيين بنفسنا ونكونوا واعيين ايضا بليفي اللي كنكونوا كنديروا على الناس الاخرين الا لقينا راسنا انه الناس ملي كيدوزوا واحد الوقيته معنا كنحسوا فيهم تعب اننا تعبناهم مرهقين ملي كنحسوا انه الناس كتحاول تهرب منا كتفادانا طبعا خاصني نعيق نفهم انني نقول شنو المشكل الوغ من ناحيه شخصيه
كوني مسم للناس الاخرين مسمم للناس الاخرين طبعا الا كنت سلبي غادي نكون سلبي على راسي على طرق التفكير ديالي على الكيمياء الداخليه ديالي على الشعور ديالي وايضا على التصرفات ديالي الا كنت عنيف غنكون عنيف في الطريقه ديال التفكير ديالي وهذا الشيء غادي يكون عنده رد فعل وداك الشيء بالنسبه للمحيط اللي تهرب منا ممكن يكون عنده تاثير بحال تنقولوا هذاك السموم اللي كنخرجوها احنا الناس واللي كتأدى منها غادي ترجع لينا بالضرر ممكن كوننا شخصيات سامة يتسبب لنا في أمراض نفسية وفي مشاكل نفسية أخرى أكثر حدة اكتئاب وغيرها من المشاكل النفسية تماما أولا شخصية سامة في ذات نفسها راه ضرر أنني شخصية راه هو الثمن ديال بعض الألام هو نفسه ضرر سيت اون سوفرانس ايضا كيخلق لي كعندو نتائج بيان سور حنا تنقولوا ليزولمون سوسيال يعني كيعزلني من الناس الاخرين كيبقاو يتفاداوني كاين بزاف الناس مثلا ما نقدروش نقولوا هذاك راه انسان سام ولو انه عندي معاه علاقه سامه ولكن كيكون عنده علاقه سامه مع بزاف ديال الناس دونك غادي الناس غادي يهربوا منه غادي يكون واحد ليزولمون سوسيال ايضا غادي يكون هذا التفكير السلبي العلوم والابحاث كلها برهنت انه التفكير السلبي عنده نتائج سلبيه على الصحه ديال الانسان الامراض بزاف ديال الامراض عندها اون كومبوزونت بسيشيك يعني التفكير السلبي كيخلي واحد الهرمونات دي ترانسميتور بحال الكورتيزول وداكشي اللي كيكونوا في الدم ديالنا وكيخليونا كيعطيونا امراض كيقلصوا لينا كيصغروا لينا واحد البلاصه في المخ ديالنا اكيد اللي هي الاميغدال يعني كتكون عندها نتائج سلبيه ولكن تكلمنا على حلقات سابقه شخصيه سلبيه كتكون عندها هذا دونك معلوم انني انسان سلبي اول انسان كينضر من هاد التسمم ديالي هو انا بعدا هو الانسان اللي تيكون ممكن ندخلوا في اكتئابات حاده طلب اننا ندخلوا مستشاره تماما في عزله في اكتئاب في دي توك لي بونسي اوبسيسيونيل يعني افكار كتبقى كدور في المخ ديال هذاك الانسان لدرجه انها كتولي نوع من الادمان الفكري يعني دي توك بونسي تكلم دكتور كريم الوالي قبيله على نقطه مهمه فاش تكلم على شخصية سامة بعيدة عليك ممكن أنك تخلص منها أو تخرجها من حياتك ولكن ملي تكون زوجك أو زوجتك أخوك أو أختك أو في المحيط القريب لك صعيب أننا نتخلص من هذه الشخصية السامة كيفاش إحنا كمحيط عايشين مع واحد شخصية سامة خصنا نتعامله باش ما نتأداوش ونوصلت إحنا نوليو بحاله قبيلة تنقولوا أنه الإنسان سام مثل واحد المادة سامة احسن شيء باش نتخلص من الماده السامه هي نبعد منها نحيدها من حياتي طبعا في بزاف ديال الحالات ما نقدروش نحيد سام الا كان اب او ام او ابن او زوج او زوجه او صديق حميم او باترون ديالي او شي واحد كنخدم معاه وداك الشيء ما نقدرش نحيدو من حياتي داك الشيء علاش المسؤوليه ديالي انا الا كنت عايش مع انسان سام انني اولا نوعى الوعي انه هذاك الانسان سام ديجا سينقص نص الفعاليه اللي عنده عليا الا وعيت انه هو سام علاش حيت الانسان الناس اللي تيكونوا سامين تيسمونا بواحد الطريقه انه كيخلقوا لنا بعض الشعور مثلا لا كولبابيليتي يعني الاحساس بالذنب الاحساس بالنقص حب الذات ديالنا كتقاس الاحساس بانني انسان غلط ماشي كيشككني في راسي كيشككني في راسي ملي تنوعى انه هو انسان سام تنولي ديجا نص ديال المشكل تحل هذه الاول ثانيا عندي نحط جوج ثلاثه ديال الطرق باش كنحط حدود بيني وبينه حدود باش نحمي نفسي طبعا الحل الاول هو كنخلق راسي واحد الفقعه اون بول كنخلق راسي اون بول كيفاش كنحط الانتباه ديالي ملي تنكون مع هاد الناس نحط الانتباه ديالي على نفسي على الاشياء الايجابيه ديالي على الاشياء الافكار ديالي ما كناخذش الافكار ديالي يعني كنحط واحد الحاجز خيالي ما نخليش الافكار المسمومه تاديني تماما ما نخليش الافكار المسمومه ديالو تاديني دونك نحمي الافكار ديالي الشعور ديالي التصرفات ديالي ثاني شيء كنحط دي ليميت دي فري ليميت يعني هاد لا بول كتحميني انا ولكن ايضا انا سبتي واحد الزوجه مزوجه راجل مسموم ولا العكس شخصية سامة ماشي مسموم بالمعنى شخصية سامة كيعيشوا نهار كامل مع بعضياتهم عمر غيدوزوا مع بعضياتهم كيفاش غنديروا باش نحطوا هاد الحدود صعب أو لا ممكن طبعا ممكن بعدا أي شيء ممكن إلا كانت عندي الإرادة والوعي هاد جوج الحوايج الوعي والإرادة كيخليو أي شيء ممكن
إلا كنت عايش مع واحد الإنسان سام يوميا تيجرحني مثلا أو لا يوميا تيتشكى قدامي لدرجة أنني تنولي نشك في راسي أو لا يوميا تيلعب دور الضحية أو لا إنسان متطلب متطلب بزاف إلي كونترولون النهار كله هو تيطلب مني أشياء المسؤولية ديالي أنني نحط حواجز الإنسان اللي تيكون كيتشكى بزاف ما ناخدش إلا عطيتك هاد الكاس ديال الماء مادامك ما هزيتيهش عليا كيبقى عندي نقدر نبقى بحال هكا نهار كله الا يعني ما تقبلتيش انك تهزي تشاؤم خليه ليه تماما الا ما دخلتش معاه في مجادله ما غاديش نهز هذاك التسمم ديالو شي واحد تيبقى يقول لك انا مسكين وانا غنبقى نقول له لا راك ماشي مسكين راك فاعل راني ما حطيتش لي ليميت بالعكس راني غديت هذاك الاحساس ديالو انسان تيبقى يوميا هو يقول انت ما مزياناش انت ما كديريش هذا الشيء مزيان انت هذا انت هذا تثبت لي باللي راه انا كنبقى جو جوستيفي لا راني انا درت راني خديت الكاس ديالو خديت السم ديالو غادي نقول غادي نحبسو ولو بالصمت ولو بعدم الدخول في الجدال في النقاش اللي ما عندوش حل حيت هذاك الانسان كيتغدى بهذاك السم وانت هذاك السم بالعكس كيمرضك وكياخذ لك الطاقه ديالك سؤال اخير ولا ممكن تجاوبيني باختصار شخصيات سامه ممكن يلقاو حل لنفسهم ونقدروا نقولوا تعالجوا بين قوسين اكيد بنفس الوسائل الوعي والإرادة الوعي والإرادة شكرا لك أمال السبتي مازال مكمل معكم حلقة اليوم مشاهدينا من برنامج أسرتي مواضيع كثيرة ومفيدة في انتظاركم موضوعنا فقرة عرف أش تأكل بعد قليل غادي يكون هو النظام الغذائي النباتي وتفاصيل مهمة في انتظاركم ولكن قبل مشو تعرفوا جميع كيفاش ممكن نحضروا وصفة الدجاج بالزبيب والتفاح مقترح كريمة خضراجي فقرة من يتشاف مشاهدينا مرحبا بكم معنا اليوم في طبق ديال البولي وكوري أو لقطع الدجاج بالكاري والزبيب والتفاح فالمقادير اللي غنحتاجوها هي عندنا قطع ديال صدر ديال الدجاج البصلة الزبيب بهارات الكاري أو الكاري د مدغاس شوية الملح بزار سكر مسحوق ديال السكر البني التفاح الأخضر وعندنا شوية ديال المعدنوس للتزيين والكريمة السائلة فهذا الطبق كنحتاجو فيه واحد المقلاة بحال هكذا أو الأوك وكنحتاجو شوية ديال زيت المائدة وزيت الزيتون فكيف ما كتشوفوا معنا كنحطو شوية ديال زيت كنخلطو شوية ديال زيت المائدة بهالطريقة وشوية ديال زيت الزيتون غير شوية وكنخليو المقلة ديالنا حتى تسخن فكيف ما كتشوفوا معنا المقلة ديالنا أو الزيت ديالنا فهي حمات فكنحطو فيها هاد القطع ديال الدجاج بهاد الطريقة هادي وفي نفس الوقت كنحطو معها البصلة ديالنا هكذا وكنخليوهم كيتحمروا كنضيفوا شوية ديال البزار فهاد لاغوسيت هادي أو هاد الوصفة ما كتحتاج نهائيا البهارات بما عندنا الكوري ديال المدغاس فهو كافي في البهارات ديالو باش يبقى المذاق ديالو حاضر في الفلا كنحركوها هكذا باش يتحمر كاع القطع تكون مزيان تجي مزيان حمرا باللون ديالها فبيد ما يتحمر لينا قطعة الدجاج غادي نقطعو التفاح بهذه الطريقة هذه أول حاجة كنقطعو الأربعة ففي الأول كنقطعو هكذا دي ترونش طويلة ومن بعد كنقدروا نقطعوه مربعات هكذا حنا وجدناه فالآن كنضيفو بعد ما تحمر هذوك القطع كنشوفوهم تحمروا كنضيفو الزبيب بهذه الطريقة هذه
كنضيفوا القطع ديالنا ديال التفاح وكنبقاو كنحركوا باش تنسجم هذاك الزبيب التفاح باش يعطينا الغو ديالو. دابا كنضيفوا التوابل ديالنا ديال الكوري كنخلطوا مزيان فالان بعد ما تم المزيج مزيان غادي نضيفوا ليه لا كريم سائله وكنخليوه حتى كيتقعد على راحته. فوصلنا ما قبل نهايه الطبق فكيف ما كتشوفوا ها هو يعني تقعد لنا ديك لا كريم تقعدات فكنضيفوا ليه واحد نحيدوه شويه من نحيدوه من العشاء وغنضيفوا شويه ديال السكر البني الى تقدروا تستخدموا حتى البيض اللي متواجد عندكم فواحد المعلقه ونصف كنحركوه بهذه الطريقه فالتزيين انا اخترت شويه ديال المعدنوس يعني غنقطعوا بواحد الطريقه عشوائيه بحال هكذا يعني لا هو صغير بزاف ولا هو كبير بزاف هكذا انا كيف ما قلت لكم حبيت انه نرافقوا بالاروز بسمتي وان شاء الله في حلقه اخرى غنوريكم كيفاش كنطيبوا الاروز بسمتي كيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا او التقديم النهائي هو كيكون على هذا الشكل وبالصحة والراحة وإن شاء الله تنتمنى أنه يكون نال إعجاب ديالكم وفي حلقات قادمة مع أطباق جديدة إن شاء الله. شكرا لك كريمه خضرة جلاشيوت اليوم واكيد غادي ترافقنا طيله هذا الاسبوع مشاهدينا. من دابا شويه راجعين فقره مبادرات نتكلموا على نادي رحال لكره القدم ملائبه القرب وبالمجان مبادره صح قلنا نسلطوا عليها اداء ولكن قبل فقره تعرف اش تاكل غادي نتكلموا على النظام الغذائي النباتي. اسئله كثيره كتطرح بخصوص هذا الموضوع يجاوبنا عليها دكتور كريم ولي طبيب اخصائي في التغذيه والطب البديل خليكم معنا. دكتور ولي حاجه سهله غنبداو بها اشنو هو النظام الغذائي النباتي؟ هو نباتي تناخذ كل ما هو نباتات وتنبعدو من كل ما هو حيواني هذه هي نقطه الاساس. وهذا النظام النباتي راه ماشي غير اليوم ريجيم على مود فهو كان من ايام الاغريق خصنا نعرفوا هذه النقطه هذه فهو الاصل ديالو ترجع لبيتاغور تنعرفوا حنا غير في الرياضيات كانت ياخذ تنقولوا كاع ريجيم بيتاغوري وكان بزاف الشخصيات اللي كانوا تيحاربوا تيديروه مثلا اينشتاين كانت ياخذها ديفانسي لو بانتر وفي الايام الاخيره تنعرفوا حنا بريجيت باردو تحيات ديرو بول ماكارتني المغني ديال لي بيتلز هو كان تيديرو اذا هو ريجيم ماشي على مود هو من الاغريق هو تابعنا ولكن رجعنا تنتكلموا عليه بكثره في السنوات الاخيره دكتور كريم الوالي علاش اليوم ولا عليه هذا الاقبال؟ ولا عليه اقبال حيت الناس عرفات بان عنده مزايا صحيه كبيره فمثلا ناخذوا نباتي تناخذوا متنوع تناخذوا خضر تناخذوا فواكه وتنعرفوا بان احنا اليوم الخضر والفواكه هما في الصلب
تغذية صحية حيت فيهم لي ميكرو نوتريمون فيهم الألياف. إذا هو واحد الريجيم ديال محاربة أمراض القلب والشرايين بأول نظرة فيه مثلا داء السكري السمنة. هو ريجيم محاربة السرطانات الهضمية حيت فيه الألياف بزاف وهو ريجيم ضد القبط اللي تعانيوا به بزاف الناس بهذه التغذية ديال اليوم. كريم ولي ما يمكنش نلقاو شهادة أقرب لنا من أمل السبتي لأنها من الأشخاص اللي متبعين النظام الغذائي النباتي منذ سنوات. منذ سنوات اكتشفت النظام النباتي ولكن لأسباب ليست صحية، لأسباب عاطفية يعني حبا واحتراما في كل ما هو حي. اليوم من السهل لك أنك تعيشي حياتك وانت متبعة نظام غذائي نباتي لأن احنا كنعرفوا أغلبنا تناكلوا اللحم تنستهلكوا كل ما هو لحوم. اليوم اسهل النظام النباتي اسهل من هذه واحد 10 سنين ولا 15 عام حيت ولا واحد الوعي جماعي. الناس بزاف وعات ولا واحد الوعي جماعي انه هذا الاستهلاك ديال اللحوم راه مضر ماشي غير للانسان ماشي غير للصحه ولكن ايضا للبلانيت يعني للارض. شكرا لك امل سبتي. كريم الوالي نبغيو نتكلموا على امتى نقدر ناخذ القرار انني نتبع نظام غذائي نباتي واش مسموح به لمختلف الفئات ولكن الناس اللي منصوحين به أكثر. فنعرفوا بأن نأخذ القرار هذه واحد الاختيار شخصي، هذه هي النقطة الأولى. فكاين اللي تياخذوا على قبل الصحة ديالو، كاين اللي تياخذوا على قبل الاعتقادات ديالو حيت تيبغي تيبقاو فيه الحيوانات تيبغي يحترمهم، وكاين اللي على قبل البيئة. حيت بالتأكيد مثلا ناخذ نظام نباتي تنحافظ على البيئة ديالي. فهذو ثلاثة ديال النقاط اللي تيرجعوا في هاد لا ديسيزيون. نظام نباتي ماشي هو نظام اللي تناخذوه بحال ان ريجيم تادي غادي ناخذوا واحد شويه ديال الوقت ونحبسوه ولا نديروا وانا ما تعيش. فغالبا واحد ملي تياخذوه تيادوبتيه راه تيبقى طيله حياته هو ماشي به. هو ما عندوش اون كونتر انديكاسيون الا دار بواحد الطريقه صحيه وهذا هو المهم. ما تيكون حتى شي مشكل الصحه. ممكن لاي شخص انه يتبعه ويعيش به ممكن بخير. اي شخص ومشيو ابعد من ذلك. تيجيني ديما السؤال في العياده الناس اللي ضربوا الميسكولاسيون تقول لك ما غاديش ياكل اللحم كي غيدير الميسكولاسيون. فلا يمكن ليه يدير الميسكولاسيون يكون عنده ريجيم نباتي بشريطه ياخذوا بالقواعد ديالو. دكتور والي واش نظام الغذائي النباتي فيه انواع؟ معلوم فيه انواع، فكل واحد والاعتقادات ديالو والميول ديالو. فكاين اللي تحيد كل ما هو حيواني. دونك تقدر يحيد حتى البيض وتقدر يحيد حتى المواد الحليبيه. دونك هذه. وكاين اللي تحيد غير اللحوم، تحيد الحوت والدجاج واللحم وتخلي البيض وتخلي المواد الحليبيه. وهنا كل واحد والاعتقادات ديالو. وكاين اللي تيدير غير حتى ريجيم نباتي تخي فليكسيبل اللي تيقول لك انا تنديروه هاد الايام في الاسبوع وهاد الايام الاسبوع الاخرى ما تنديروش. فكل واحد والاعتقاد ديالو بحسب الخبره ديالكم واش صحاح او لكن كاين واحد الموديل اللي علميا مثبت ان هذا هو النظام الغذائي النباتي. ما هو حسب الاعتقادات ولوغو ديال كل واحد حيت كاين اللي تيقول لك انا يمكن لي ناكل الحوت ولكن ما يمكنليش ناكل المذبوحات مثلا. كاين اللي تيقول لك لا انا تنحيد كل ما هو حيواني على حسب المذاق ديالو على حسب اللوغو ديالو على حسب واش نعزيز عليه. ولكن ماشي كلهم بحال بحال في الطريقه ديال التعامل معاهم. حيت مثلا اللي تياخذ المواد الحليبيه واللي تياخذ البيض وتياخذ غير الحيوان هذاك تيكون تيعطي لي زاسيد اميني اسونسييل العكس اللي تحيد كل شيء. فبالتالي الاجراءات لكل واحد تختلف على حسب الاختيار ديالو ولا النظام اللي بغى هو يتبع. دكتور الوالي كيفاش ممكن ولا الاسس اللي ممكن تقربنا منها الصحيحه باش نتبع واحد النظام غذائي نباتي واللي كما قلتي سابقا انه يكون مفيد للصحه ديالي ومبني بطريقه صحيحه وما يأذينيش في الصحه ديالي؟ هو صعيب باش يأذيك في الصحه الا درناه بواحد الطريقه صحيه. دونك شنو كاين؟ هو بعدا واحد الريجيم متنوع. حيت ما تياكلوش اللحوم دوك تيقلبوا على التنوع. وثاني واحد الريجيم تيدفعك باش تطيب في الدار اكثر ما يمكن. دونك تيكون تتقلب على الحوايج باش تصوبي الماكله ديالك. هادو هما لي زافونتاج ديالو. ولكن تيكونوا جوج المشاكل باش باختصار. تيكون المشكل الاول هو في الحديد. حيت تنعرفوا حنا الحديد كاين ايميني كاين نون ايميني. شنو معناتها؟ كاين الحيواني وكاين النباتي. الحديد الحيواني تيتمتص في المصران بلا حتى شي حاجه وما عندوش ديكيلاتور بحال دابا اتاي ما تاثرش فيه. ولكن الحديد نون ايميك النباتي عنده بعض الشروط. خصو ولا بدا تكون الفيتامين سي باش يتمتص وخصو ولا بدا ما يكونش معاه الشاي لو تي فيغ
اللي تيحبسوا باش الامتصاص. فهذه النقطه الاولى. وغالبا الناس اللي ما تياخذوش هذه الاجراءات يسوغوتروف مع فقر الدم، وخصنا نعطيوهم دي كومبليمون اليمونتير باش نعوضوا داك الحديد الحيواني اللي ناقص. فالطريقه هي بسيطه، خاصني ديما اون سورس دو فيتامين سي. فتنعرفوا بان العدس غني جدا بالحديد، نعرفوا بان لي زيبيناغ البقوله غنيه جدا بالحديد، فما عليا الا نعصر عليها الحامض الوقت اللي غناكلها. تنعاود ناكد حتى الا عصرت الحامض وخليته في الثلاجه مشات الفيتامين سي في الوقت اللي غنبغي ناكل. ديما تنحط الحامضة فوق الطبلة. نعصر الحامض. إيه هذه هي النقطة البسيطة، هذا هو النقطة الأولى. باش نتفاداو هذا المشكل. نتفاداو، فهنا تيكون عندهم هما حلول أخرى، مثلا تندير الباربا مع الخيزو مع الليمون، وأنا عندي الحديد والفيتامين سي، دونك تكونوا دي غوسيت سبيسيال اللي تيخليو الحديد نستافد منه، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي المهمة بزاف، تنعرفوا بأن البروتينات مصوبين بأحماض أمينية. بزاف الأحماض الأمينية تعطيوني بروتين، وهذيك الأحماض الأمينية كاين واحد العدد واحد التسعود اللي تتسمى اساسيه. علاش اساسيه؟ حيت الذات ديالنا ما تتصنعهاش. والعالم الحيواني تيكون فيه هاد الاحماض الامينيه بتسعود في حاجه واحده، سيدي مثلا ناخذ اللحم ولا الحوت ولا الدجاج ولا البيض ولا الحليب والمشتقات ديالو، في وجبه واحده يمكن لي نجيب الاحماض الامينيه بتسعه اللي انا محتاجه. انا محتاج. ولكن في العالم النباتي ما تتكونش في اليمون واحد، خصك تنوع باش ماشي خصك تنوع، خصك دير لاسوسياسيون ديال جوج الحويجات. خاص ولا بدا يكون عندك في نفس اليوم، ماشي بالضبط في نفس الوجبه، حبوبيات مع قطنيات. نعطي مثال بسيط، العدس فيه احماض امينيه اساسيه ولكن ماشي بتسعود، الروز ولا بحال دابا المايس فيه احماض الامينيه الاساسيه ولكن ماشي بتسعود، الا خلطتهم بجوج تيتكتملوا ليا بتسعود. هذاك الاحتياجات ديالي الا درت، خص ديما يكون عندي مثلا في الغداء ان فيكولون، وهنا لو فيكولون خصني نرد البال، خصني نعرف كي نطيبو باش ما يضرنيش في المصران، خصني ديما نفزكو نهار ونسلقو نص سلقه ومن بعد عاد نطيبو باش ما يضرنيش، نحيد منه الالياف الصلبه اللي تدير لنا مشاكل هضميه. وفي الليل يكون عندي القمح ولا يكون عندي الروز ولا يكون عندي المايس، وبهذا الحساب هذا بحال خديت البروتينات ديال اللحم بنفس الفائده. هادو هما الاسس اللي كيرتكز عليها النظام الغذائي بتأكيد. النباتي. دكتور الوالي، الا ما تبعناش هاد النصائح اللي قدمتي لنا بطريقه صحيحه، سورتو انه كنقولوا النظام الغذائي النباتي هو نمط عيش غنتبعوه لسنوات، عدم نتبعوه بطريقه صحيحه ممكن يكون ليه مخاطر على الصحه ديالنا. بالتاكيد، فالخطر الاول هو تمشي ليا العضلات ديالي اون فونت موسكولير، الا ما كنتش ناخذ الاحماض الامينيه الاساسيه كامله، نعرفوا حنا تكون العياء تمشي التلاشي في العضلات. والخطر الثاني هو نقص في الحديد، فإلا ما عرفتش كيفاش نجيغي الفيتامين سي غادي يكون عندي فقر الدم والمخلفات ديالو. فبالتالي ديما الواحد ملي تيبغي يمشي لنمط العيش بحال هذا خصو ياخذ الراي ديال الاخصائي، هو غادي يعلمو كيفاش، غادي يعلمو هاد القواعد هذا، ومن بعد يقدر يمشي لراسو في هاد الريجيم. اما سبتي ملي خديتي القرار انك تبعي هاد النظام الغذائي خديتي اراء الاخصائيين؟ في الاول لا، داكشي علاش في الاول جاني شويه صعيب، وغنقول لكم بغيت نضحكوا انه السنه الاولى فاش قطعت اللحوم تزادت فيها واحد 10 كيلو في مده 6 شهور، حيت كان دائما فيها الجوع. ربما اللحم كيشبع، ملي حبستو كان دائما فيها الجوع، وديك الساعه ما كانش عندي النسبه ديال الوعي، دونك كنعوض بالخبز بالروز بالبطاطا باشياء اللي كانت كتشبعني، وتزادت فيها واحد 10 كيلو واقيلا السنه الاولى ولا 6 شهور الاولى. مع المده فهمت انه كاين توازن، دونك ربما المواد السامه، وايضا في عود ما ناكل جوج مرات وليت كناكل وجبات قليله وهذا. الحاجه الاخرى هو لاسبيرولين، لاسبيرولين عاونتني بزاف في واحد الوقيته ملي جوستومون كينقصوا لي بروتيين. كاين واحد الماده اللي هي تجي من البحر، يعني نبات بحري اللي هو لاسبيرولين، وكيساعد بزاف حيت فيه لي بروتيين، وربما هو الجواب ملي غادي نكونوا بزاف ديال الناس غادي يمشيو، وغالبا الناس غادي يمشيو لهاد الطريقه ديال الاكل اللي هي نباتيه، لاسبيرولين غتكون واحد الجواب زوين مفيد بالنسبه ليهم. لاسبيرولين هي ان سوبر اليمون، سي ان الغ ميراكل كما تنقولوا، واليوم حنا تنفتخروا بينا في بلادنا تنديروا لا كولتور، جنا مصدرين لاسبيرولين، وعندنا لا كولتور بيو لاسبيرولين. وهو باش نعرف باش نقرب الناس، هذيك لا دوز جورنال اللي تكون ريكوموندي ديال لاسبيرولين راه فيها القيمه ديال البروتينات ديال البيضه، وفيها مضادات اكسده ديال الجزره، وفيها الحديد ديال الزلافه ديال العدس. هذه هي في هذاك انستغرام اللي تتعطى كل نهار ديال لاسبيرولين. عدم استشاره مع الاخصائيين كيف ما قالت امل سبتي، تزاد الوزن ديالها في الفتره الاولى ب 10 كيلو. بالتاكيد ممكن نوصلوا نبغيو نعالجوا واحد المشكل نوصلوا للسمنه، لاننا ما فاهمينش ولا ما عارفينش. بالتاكيد، حيت علاش؟ حيت البروتينات تيشدوا الشهيه، هي راه فهمتها، ولكن الالياف
حتى هما تيشدوش الشهيه. دونك خصني نعرف نتعامل مع الماكولات الالياف ونعرف ندير لي زاسوسياسيون ديال الماكله اللي غادي ناكل يوميا. ونعطي واحد غير المثال بسيط فاش نقولوا الناس كلشي غير رجع بدائي. فاليوم داروا دراسات في العالم وداروا دراسات على لا فلور انتستينا على البكتيريا النافعه المصران. واحد الامريكي اللي مشهور اللي صوب ماكينه تصوب الخروج باش ياناليزي لا فلور وخذ عينه بكاع دول العالم ولقى احسن فلور في العالم كاينه في واحد القبيله بدائيه في اثيوبيا. هذه احسن مصران في العالم وهذيك القبيله هما نباتيين ستادير سي دي شاسور كويور ستادير ما تياكلوش اللحوم تيقطفوا غير من الارض وهما اللي ما عندهمش السمنه ما عندهمش امراض القلب والشرايين ما عندهمش التونسيون ما عندهم حتى شي مشكل صحي وهما كاينين في اثيوبيا. في اثيوبيا ممكن تبعوا النظام الغذائي النباتي لوليداتنا؟ بالتاكيد يمكننا نتبعوه لوليداتنا من الصغر من الصغر ما كاينش سن معين ما كاينش غير هو كما تنفسر تيكون واحد النقطة أساسية ديال استشارة الطبيب الأخصائي باش يكونوا الأحماض الأمينية الأساسية باش ما يكونش نقص في الحديد دونك باش تيكون النمو ديال داك الأطفال بطريقة صحيحة. شكرا لك دكتور كريم الوالي وأكيد ما نلقانا يتجدد في حلقات مقبلة. مشاهدينا راجعين من دابا شوية في فقرة مبادرات باش نتكلموا على ملاعب القرب بالمدينة القديمة ديال الدار البيضاء. مبادرة جميلة غادي نسلطوا على الضوء ولكن قبل فقرتنا الجمال اليوم فقرة جمال خاصها للمكياج المسائي. كيفاش ممكن احنا كسيدات ملي يكون عندنا مناسبه مسائيه نوضعوا مكياج بطريقه سهله وبسيطه؟ تابعونا ضيفتنا اليوم حنان الحريشي خبيره التجميل. حنان الحريشي مشرفنا في بلاطو اشتراتي مرحبا بك. شكرا. غادي نتعرفوا برفقتك على المكياج الخاص بالمناسبه المسائيه ولكن قبل خلينا نرحب بضيفنا فقره مبادرات سي عبد الواحد رحال مؤسس نادي ملاعب القرب بالمدينه القديمه الدار البيضاء مرحبا بك. شكرا الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. غنتعرفوا اكثر على مبادراتكم نادي رحال لكره القدم. ممكن نتعلموا الكره برفقتكم بالمجان في المدينه القديمه؟ مازال راجعين اكثر تفاصيل بخصوص هذا الموضوع. لحنان الحريشي مكياج مسائي ما تيكونش عندنا الوقت حنا معروضات لمناسبه مسائيه ونبغيو نديروا مكياج في الدار ديالنا ويكون بطريقه صحيحه وجميله، اشنو نصائحك لينا؟ النصائح ديالي للسيده اللي بغات تماكي للسهره ولا العراضه معروضه تيخصها ضروري تكون مريحه للوجه ديالها تقريبا مده ساعه قبل ما دير الميكاب ديالها تدير فيه تدير كريمات تتريحو تدير فيه دي سيروم باش البشره ديالتها ما تبقاش مكمشه لا كانوا دي غيد ولا هذا تيتجبدوا شويه باش يساعدوها في الميكاب ديالها. شنو هما الالوان اللي تنصحينا نختارهم على حسب شكل الوجه ديالنا؟ لان كنعرفوا ان الوجه الضعيف كاين الوان كتناسبوا اكثر، الوجه اللي شويه عامر عنده الوان اخرى، شنو تنصحينا؟ هو على حسب اللون ديال البشره. هي البشره اللي كتكون سمراء من الاحسن ما يكونش فيها ميكاب اوفر، ما يكونش مغلوق وغامق. والبشره اللي كتكون الوجه اللي تيكون مستدير وعامر هذاك تيقدروا يجيو فيه تقريبا الالوان كلهم ديال الميكاب وسورتو البشره البيضاء تيواتيها بزاف الالوان في الميكاب. في الميكاب الميكاب ديالنا كيفاش ممكن يدوم اكثر؟ نصائحك لينا باش يبقى مزيان، شحال الوقت قبل ما نمشيو للعراضه ديالنا نديروا الميكاب ديالنا؟ هو من الاحسن تيكون قبل ما نمشيو للعراضه ما يدومش وقت طويل وعاد نمشيو به. وعندنا واحد لي برودوي تنديرهم في الوجه في الميكاب اللي تيجعلوا هذا الميكاب تيصبر لنا السهره. البرايمر كاين البرايمر وكاين لو فيكساتور اللي تنفيكسيو به لو ميكاب باش ما تيتحركش داك الميكاب من الوجه لمده السهره، يعني السهره كلها تيبقى الوجه حتى حاجه ما تتزول من بلاصتها تيبقى المكياج في بلاصتو. كاينين السيدات اللي تيعرقوا من الوجه ديالهم، هذوك تيخصهم يخدموا البودره. اييه لا بودغ ليبغ خاصها تخدم في الوجه باش تيستومبي داك العرق، وحيت تكون هذه اكثريا تكون بشره دهنيه. بشره دهنيه خاصنا ضروري نداويوها بلا بودغ ليبغ. واخا غادي نتكلموا ايضا على مثلا شنو هما الاشياء اللي نركزوا عليها في مكياج المناسبات المسائيه. بالنسبه للعيون اشنو ممكن نوضعوا؟ العيون تيدار فيه لي فارا بوبيغ وتيدار فيه ضروري تيكون واش حاجه باينه بزاف او لا اليوم ولينا كنتاجو فيغ دي شوز لي خفاف؟ كاين السيدات اللي تيبغيو المكياج خفيف، هذوك ما نقدروش نامبوزيو عليهم يديروا مكياج مغموق، تيبغيو مكياج خفيف. شنو غنزيدوا على هذا المكياج الخفيف؟ لو هايلايت هو الاضاءه في الوجه، الإضاءة في هي اللي كتعطينا لو ستيل ديال السهره.
حنا غادي نخليوك تبداي وضع الميك اب وراجعين خلال الحلقه باش نتعرفوا على المراحل اللي مرينا بها وتعطينا اكثر نصائح. شكرا لك لانك مشرفنا في بلاطو اسرتي في هذا الاثناء. مشاهدينا اليوم فقره مبادرات من خلالها غادي نمشيو ونتعرفوا جميع في ريبورتاجنا اليوم على ملعب او نادي رحال لكره القدم، مشروع اللي تم انشاؤه كره القدم بالمجان في وسط او في قلب المدينه القديمه ديال الدار البيضاء. شاهدوا معنا وراجعين اكثر تفاصيل. رحال كرة القدم وتأسس سنة 1993 ومعقل ديالو هو المدينة القديمة في الدار البيضاء. هذا النادي حتى عدد الانخراط اللي فيه هي 800 طفل، 800 طفل كتنقسم جوج ديال الأقسام، قسم هما ديال المدرسة اللي كيلعبوا للوزير، وكاين القسم الثاني هو اللي كيلعبوا كما نقول إيليت النخبة اللي كيلعبوا في بطولة ديال العصبة ديال الدار البيضاء. وكما هاد النادي في نفس الوقت كيكون الميزه ديالو هو انه بالمجانيه، استاذ ان اللاعبين ما كاينش واحد كيخلص شي حاجه، زائد كاين حتى ما نتكلموش على البدال حتى بالمجان. وهاد النادي هذا فيه كيحتوي على اطر مكونه، عنده شواهد تحت الجامعه المغربيه لكره القدم. انا التحقت بالنادي منذ 3 سنوات، نادي رحال كرة القدم بصفتي مشرف عام الحراس المرمى كرة القدم، تنحصل على واحد ديبلوم سي وديبلوم بي اللي من طرف الجامعة الوطنية لكرة القدم اختصاص حراس المرمى. الرسالة ديالي بالنسبة للنادي بالنسبة للوليدات ديالنا في النادي، ونقدم لهم واحد السند ونعلمهم حتى مؤهلات، نعلمهم حتى التقنيات الجديدة اللي خدمناهم حنا وكنا ناقصين من كنا صغار. ولهذا التجربة ديالي الخاصة بغيت نوصل على الوليدات الصغار ونساعدهم باش يوصلوا يكونوا يلعبوا ان شاء الله في اعلى مستوى في فرق وطنية كبرى ان شاء الله. انخرطت في النادي من 2014 ومنين دخلت في الاول كنت ناقص، وبفضل دوك التدريب وليت كنلعب مزيان وكنطمح نولي لاعب ديال الكره في المستقبل. النادي رحال تخرجوا على الطريق ديالو مجموعه ديال اللاعبين اللي يلعبوا في فريق الوداد البيضاوي، فريق الرجاء البيضاوي، وفريق الفتح الرباطي. بالنسبه للاسماء اللي مروا في النادي رحال كره القدم، اسماعيل مترجي اللي لعب دابا ديال شباب محمديه، حمزه حجي اللي لعب في مغرب فاسي مغرب تطواني، حمزه بورزوق اللي لعب في الوداد وفي الرجاء واصباحي، ومحمد الشيب دابا اللي في النهضه البركانيه، التغتي للجيش الملكي. واللائحة طويلة، النادي ما عمره ما كيتغلق واخا في العطلة الصيفية والعطلة الربيعية، ما عمره ما كيتغلق واخا ما تكونش التدريب، ما يكونش في المبرمجين في التدريب، ولكن عندهم الحق يجيو هنا باش نبقاو ديما في ذاك الإطار ديالنا كنحافظوا عليهم على هاد الوليدات من الناحية الاجتماعية، أنهم ما يخرجوش من الانحراف باش يبقى هذا الفضاء اللي فضاء هو أكثر ما هو رياضي ثقافي تربوي اجتماعي. سيد عبد الواحد رحال، مرحبا بك من جديد معنا في بلاطو أسرتي. مبادرة جميلة اللي قمت بها من 1993، ملاعب قرب بالمجان للوليدات بمدينة الدار البيضاء، بمدينة القديمة تحديدا. كيف جاتكم الفكرة؟ شنو اللي خلاكم تنشؤوا هذا المشروع بالمجان؟ وفعلا هي الفكرة جات قبل من 1993. الفكرة جات في يامات الوالد الله يرحمه، ما يفوق 46 سنة. فكنت أنا باقي صغير وكنت عارفوك بالمدينة القديمة، كنت كنلعب فريق اللي سميتو فريق العاصفة وسط المدينة القديمة. والمبادرة اللي كانوا كياخذوا الوليدات هذاك الوقت كانوا كيدوروا بالصينية باش يجمعوا الفلوس. فلقاو الوالد الله يرحمه جالس في قهوة ديال بوسبير المدينة القديمة، قال ليه راه بغينا تعاوننا في التونيات وراه ولدك معانا عبد الواحد. قال لهم حيدوا هذه الصينية، راه غادي تعلموا بها الطلبة وسيروا أنا غادي نشري لكم التونيات. فمن ذاك الوقت شرينا التونيات، بدا جميع الفرق ديال المدينه القديمه كان الوالد الله يرحمه كيتكلف لهم بالتونيات. انا بعد طورت الفكره، لان انا لعبت في فريق الوداد البيضاوي كادي جونيور مع الفريق الكبار، كنا كندربوا صحيتات هشام عزيز بودرباله، فكان جرات لي لوكساسيون دي ليبول لان كنت حارس ديال المرمى. ديك الساعه ما بقيتش انا كنلعب، ما تقدرش تلعب. فكرنا باش ناثروا الوليدات، كنا كناثروهم في الملاعب اللي كانوا في المدينه القديمه،
كانت ما يفوق 14 الملعب ما بين المدينة القديمة ما بين البور وما بين لا كورنيش. مع الأسف الملاعب الآن كلها انقرضت، فبقينا كندربوا. جات الفكرة باش درنا شراكة مع عمالة مقاطعة الدار البيضاء اللي عطتنا هذه الوقعة الأرض اللي هي كانت مدرسة سابقة، مدرسة الحريري، ومن بعد ولات كمزبالة. فأخذناها هنا رجعنا ملعب لكرة القدم اللي كيوي دابا 800 طفل اللي التسجيل ديالهم بالمجان، الخيرات ديالهم بالمجان، المشاركة ديالهم في العصبة بالمجان. كيفاش كيتم اختيار هاد الوليدات اللي تيلعبوا ولا تيدربوا عندكم؟ هو بالنسبة لاختيار ما كاينش اختيار، لأن إذا كان اختيار عادي نفضلوا الوليدات اللي كيلعبوا كرة القدم على لا، يعني مسموح لكل شيء تجي المؤطرين ديالكم والمدربين تيتكلفوا بأنهم يعلموهم ويرافقوهم. فعلا دابا مسموح لكل شيء، لأن الملعب الهدف الأساسي الأول ديالو ماشي هو كرة القدم، فعلا هو ترسيخ الرياضة عند الوليدات المغاربة وعند الوليدات، ولكن فتح واحد المجال ديال التنفس اللي غادي يتنفسوا فيه هذوك وليدات المدينة القديمة. يخرجوا الطاقة ديالهم فيه، يخرجوا الطاقة ديالهم، ومساكن ما عندهمش فين يمشيو. إلى ما كاينش البحر ومريزيكا في الصيف راه الوليدات ما عندهمش فين يمشيو، إذا متنفس. ولكن الاختيار كيتم الاختيار ديال الوليدات اللي عادي يشاركوا في العصبة، اللي عادي يشاركوا في المباريات، والاخرين كنحاولوا نأطروهم. اللي تعلم كرة القدم راه كيتعلمها، اللي ما تعلمش راه كنعلموه المبادئ ديال الاخلاق، المبادئ ديال الوطنية، وهذا هو الهدف من هذه المبادرة. لان كنعرفوا كرة القدم ما يمكنش ينجح فيها جميع اللي كينخرط في كرة القدم، راه فروق كبيرة كريال وكبارسا وكجيفونتيس كيعطيو لاعب في السنة. اذا حنا بغينا نعطيو اخلاق واشياء جميلة، مواطن صالح راسو، صالح الأسرة ديالو، صالح المجتمع ديالو، صالح البلاد ديالو. لأن المدرسة إلى خرجت لعابة كبار اللي دابا كيتواجدوا في جميع الفرق الوطنية وفرق بداو وليدات عندكم تتعلموا في المبادرة ديالكم اليوم اللعابة. عندنا دابا صلاح الدين بن شوافي تبارك الله راه في الضفرة في الإمارات العربية على أعلى مستوى. عندنا الفرق الوطنية الحالية اللي مجتمع، عندنا أشرف داري اللي في الوداد البيضاوي راه هو في الفريق الثاني ديال الفريق الوطني، الفريق الرديف. عندنا الفريق الوطني ديال أقل من 23 سنة فيه ثلاثة اللعابة اللي هما أسامة ترقالي اللي كيلعب دابا في مارسي فرنسا، عندنا تحيف اللي كان كيلعب في لوغانيس في اسبانيا ودابا دخل شباب محمدية. يعني صراحة اللي ممكن نقولوا ان هاد المبادرة جات باش تعلم وليدات الكرة، اللي عنده الموهبة غادي يكمل وغيتألق ويحقق نجاح كبير، واللي ما عندوش الموهبة كيكسب انه متنفس ليه، تتعلم فيها مبادئ، تتعلم فيها حاجات اللي تنفع وتنفع المجتمع في المستقبل. اذا سمحتي غنسول امال السبتي، مستثمرين او رجال اعمال فاش كيقوموا بمبادرات بحال هذه اللي من شأنها انها تساعد اشخاص اخرين، لاي درجه اليوم مشروع بحال ملاعب القرب مدينه قديمه الدار البيضاء نقدروا نقولوا انه ربما نقذ بزاف ديال الوليدات من الادمان ومجموعه من المشاكل النفسيه؟ انا تنحييهم علاش؟ حيث فعلا ما كيجيبوش غير الكرة القدم، الرياضة وخاصة الرياضة ديال المجمعات ديال لي غروب عندها واحد القيم عالية، واحد القيم ديال يونيتيك، عندها بزاف ديال القيم، وهاد القيم كلهم راه غادي يدوزوا مع الكرة القدم مع الرياضة. ثانيا الرياضة مع هاد الوليدات ديال الأحياء اللي كتكون شوية صعيبة كتحميهم. شنو كيقلبوا الوليدات الصغار؟ كيقلبوا واحد الفئة ينتميوا ليها، دونك يقدروا يمشيو ينتميوا الفئات اللي غادي يتعلموا فيها، مثلا دي كومبورت من ديفيان، استهلاك شي مواد شي حاجه. ملي كيديروا بحال هكا الرياضه راه كتحميهم بزاف من هاد الاختيارات الخاطئه. دونك تنحييكم. تفضل. حنا كنتابعوهم حتى في الدروس ديالهم، كنتابعوهم في الحالات الاجتماعيه ديالهم. اي لعاب كنعرفوا الظروف اللي كيعيش فيها اللي كنشوفوه يعني ماشي غير في الملعب ملي تكون عندك مرافقه، ماشي غير في الملعب. والحمد لله كما قلتي الملعب ما خرجش الرياضيين، فخرج الناس اللي عندنا اطباء، مهندسين، تجار، اللي استطاعوا من خلال الرياضة ومن خلال الاستقامة ديالهم يبنيوا واحد المستقبل اللي هو في الصالح ديالهم وفي صالح البلاد ديالهم. السير حال مشروع بحال هذا أكثر من 800 مشترك فيه، مدربين اللي كيتم التكوين ديالهم وباش يتأطروا هاد الوليدات، استثمار كبير.
عندكم مستشارين تيدعموكم، كاين استثمار، كيفاش كتمولوا هذا المشروع؟ لا هو استثمار كبير، ولكن الحمد لله ملي كتكون شي حاجه في سبيل الله هي تارحوا مع الوالدين. ملي كتكون شي حاجه في سبيل الله ما كتهونش عليك. انا كان فهمت التاثر ديالك، لان كنضحيو بالوقت ديالنا بالمال ديالنا في سبيل هذوك الوليدات، وهذا شيء جميل اكيد غادي تجازى عليه وتجازوا عليه، لان بحال هذه المبادرات كنظن انها في طوال السنوات اللي انطلقت نقدت بزاف ديال الوليدات من وليدات المدينه القديمه من واحد الطريق ربما اللي كانوا غيمشيو فيه ويضيعوا. لا باش تاخذ واحد الولد اللي كيمشي يسافر لطنجة يومين ثلاث ايام وكيمشي يسافر لمراكش يومين ثلاث ايام وفريق الحال هو الفريق الوحيد اللي وصل للصين الشعبيه. مشينا شاركنا في الدوري في الصين الشعبيه، شاركنا قبل الجائحه في دوري في ميامي في الولايات المتحده الامريكيه، يعني كتفتحوا لهم بيبان كبيره. شاركنا اربعه ديال القارات، شاركنا في اسيا وامريكا واوروبا وافريقيا، شاركنا في الجزائر في تيزي وزو، نهزمنا في النهايه مع باريس سان جيرمان، شاركنا في فرنسا في سانت اغنو، فزنا ب كاين واحد العمل، كاينه واحد استراتيجيه وكاين مستقبل. منين الولد كتهزو من واحد البيئه اللي هي بيئه هشه وتسافر به، فهذا خير كبير اللي كيبقى مطبوع في القلب ديالو وفي الذاكره ديالو وما عمرو عاني سنه، وكيبقى يدعو الوالدين ديالنا ويدعو لنا احنا بهذا الممات ان شاء الله. وحنا تنحيوكم على هذه المبادره اللي تتقوموا بها. تفضل. المستشارين، فهناك زوج ديال المستشارين اللي كيدعموكم اللي كيدعمونا قبل الجائحه، ولكن التمويل الاساسي هو من العائله الحال، اللي كنشكر الاخوان ديالي كاملين لانهم كلهم وراء هذا المشروع تيدعموا، وكذلك الاسره ديالي الصغيره، لان كناخذ من الوقت ديالي ومن المال ديالي باش نشوفوا هاد الوليدات في اعلى مستوى ونشوفهم ان شاء الله، في مراتب عليا، لا في كره القدم ولا في مجالات اخرى. وكاين ان شاء الله مشروع ديال الملعب الجديد. هنا نبغي نتكلم معك، واش هاد الفكره كتفكروا انكم تعموها تخلقوا فروع جديده؟ لا فعلا، لان انا من هذا المنبر بعدا كنطلب الناس اللي، لان كنقدر، لان ملي كيجي الاب والولد ديالو وكنقول له ودي راه ما بقاش تجي، لان عندكم عدد كبير من الوليدات والعدد كبير، وكنشوف الولد كيشوف فيا واحد الشوفه ديال الحنان، فكنقول ربما هذا الولد غادي تفكرني انا من بعد، لان ما قدرتيش تعطيه الفرصه. ربما اليوم غادي تفتحوا ملعب جديد بحسب ما سمعنا في مدينه الدار البيضاء ايضا ان شاء الله، مع فعلا مع عمله مقاطعه الدار البيضاء انفا ومع شركه لاسوناداك اللي هي مكلفه بالمحج الملكي، فغادي يكون عندنا ان شاء الله واحد الملعب اللي غادي يضم ملعب كبير، وهذا غادي يكون باش قدروا تستقبلوا الوليدات، ولكن في نفس الوقت غادي نديروا بحال مركب لان غادي يكون فيه ملعب ديال التنس. بغيت اول بادره بان ندير كره المضرب للاطفال اللي من المدينه القديمه، حتى هي غادي تكون مبادره جميله، وغادي تكون الباسكيت، وغادي يكون الهوند، وكنفكروا حتى نديروا بيت السوكر الكره الشاطئيه، غادي تكون كل شيء في المدينه القديمه ان شاء الله. وحنا كنتمنوا لكم كل التوفيق، وشكرا لانك شرفتينا بالحضور ديالك، مبادره جميله، شكرا بالتوفيق لجميع الوليدات اللي حاضرين في هذا المشروع ديالكم، وتحيه للكوتش اللي معاكم والمدربين. ما اللي بغيت نقول لك ما نساوش المدير التقني سي هشام روك وجميع الاطر الاداريه ولا التقنيه، لان كتضحي بالوقت ديالها من اجل هذوك الوليدات، وحنا النجاح ديالنا هو اننا كنخدموا كعائله. أكيد. ما كاينش رئيس، ما كاينش مدير تقني، فحنا كل شيء، والمدرب اللي كيقابل الوليدات، المدرب اللي كيقابل اقل من 13 سنه يقدر يقابل فريق الكبار. فالحمد لله كان حنا تحياتنا اليوم من بلاطو اسرتي على جميع المجهودات اللي تيقوموا بها، ونتمنوا لكم كل التوفيق. ديما النجاح راه هو النجاح ديال الجميع. اكيد بالتوفيق. غادي نرجعوا من جديد لضيفتنا حنان الحريشي خبيره التجميل، واليوم تنقترحوا على المشاهدات مكياج خاص بالمناسبات المسائيه. لاله حنان، شنو اعتمدتي في العيون اليوم بالنسبه للاقتراح ديالك؟ الوان ترابيه. اييه الوان ترابيه، تنظن تتمشي مع بزاف ديال لي تونو. لي تونو وي، كتمشي باس بارتو. اييه وي. شنو غادي شنو ممكن نوضعوا اخر للوجه فاش كنكونوا في مناسبات معروضين لمناسبات مسائيه؟ ضروري من الكونتورينغ.
ولازم لان وهذا كاين خاص الكونتورين باش يحد لنا الملامح ديال الوجه. اييه وتيخصنا الاضاءه في الوجه هي اللي مهمه، لان كتكون السهره وكتكون الاضاءه ما تيخش الوجه يجي مات. أيه؟ تيخص وجه شويه بغيان شويه ضوي. ففي الغوجة ليفغ علاش غادي تعتمدي اليوم؟ ملي كتكون العين مخدومه مزيان تيخص ضروري يكون ان غوجة ليفغ خفيف. ملي تكون العين عامره كيف ما تنقولوا الغوجة ليفغ يكون سامبل. شنو هما الالوان مثلا ديال الغوجة ليفغ اللي تنصحينا نستعملوهم وحنا سي لي طون دي مارون دو نيود البيج لي بيج. ولا كانوا عينيا مخفين ممكن انني نجر اكثر في الالوان. اون جينيرال مي كتكون الفم بحال دابا تنديروا احمر شفاه احمر. أيه؟ العين تيخص يكون فاغي شي اي لاينر وتكون سامبل لو بلو سامبل بوسيبل باش هذاك الغوج على فغوج تيبان باش يبان. شكرا لك شكرا لك على نصائحك لنا، واكيد نتلاقاوك في حلقات مقبله. بهذا وصلنا مشاهدينا لنهايه حلقه اليوم من برنامج اسرتي. شكرا لكم على المتابعه وشكرا لجميع الضيوف اللي شرفونا في بلاطو اسرتي اليوم. ما تنساوش بلي صفحاتنا صفحات الاولى على فيسبوك وانستغرام راه دائما راه الاشاره ديالكم. شاركونا ارائكم نصائحكم ومقترحاتكم تظهر لكم اسفل الشاشه. ملقايه معكم يتجدد غدا إن شاء الله على الأولى، وتبقوا على خير.